الحمد لله عدد المنافسين فوق 100، مزارع الحمد لله يعني المشاركات كان مفروض من البحرين بس ما وصلوا للأسف، من السعودية، من لبنان، من فلسطين، طبعا من الأردن. اللي مبسطني بهذا العرض إنه منحاول دائما إنه نركز على مصلحة الخيل، مصلحة أصحاب الخيل، ومش على زي ما نقول الموضات والشغلات للأسف الممارسات السيئة اللي بيسووها. واللي يعني عجبني هالمرة إنه لجنة المراقبة كتير حازمين مع العارضين اللي بغلطوا، وبنفس الوقت يعني إخواننا اللي عم بيشاركوا بيقول مبسوطين لأنه شايفين إنه بيحبوا يشاركوا عنا، لأنه بيعرفون إنه العرض تركيزه على إنه الخيل تتقوى، تعرض حالها بإنصاف، وبنفس الوقت ما ترتعب أو تنضر، فيكون مستقبلها أفضل خاصة للخيل الناشئة. فهذا شيء كتير بيسرني لأنه هذه رسالتنا بصراحة، فنتمنى التوفيق للكل إن شاء الله.